يعني هذا التصرف حقيقة يعني يصب في زيادة الأزمة وزيادة التحريض على طرف دون طرف آخر، والاستقواء بالأجنبي هو في جميع أحواله هو مضر للوطن ومزيد يزيد من الشقاق بين الأطراف المتحاربة. يعني الآن هو يعني بعثة الأمم المتحدة تؤكد أن لهذه المجموعات مطالب مشروعة، والسراج يطلب منها التدخل ضد هذه المجموعات دون النظر إلى هذه المطالب المشروعة. معالجة هذه الأزمة لا تتم بهذه الطريقة. يعني أعتقد أن السيد السراج فشل في كل شيء ونجح في أمر واحد، وهو نقل الصراع من أو الخلاف من 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 بين أطراف ليبيا مع حكومة السراج إلى بين أطراف ليبيا فيما بينها يعني، وخرج هو من بينها وكأنه يعني لا علاقة له بالأزمة. أساس المشكلة والأزمة هو السراج وحكومته، وبالتالي هذا الاستقواء بالأجنبي، وأولا يعني المجتمع الدولي ليس رهين طلب السراج، يعني هذه حتى من يعني طلب شكلي فقط من المراهقة السياسية أن يقوم بمثل هذا الإجراء. أيضا المجتمع الدولي له حسابات أخرى بين يحسب توازنات ومناطقية وجهوية وقبلية، أيضا يعني أكثر من السراج، بينما هو رئيس ما يسمى حكومة الوفاق.